اجتاحت موجة حرائق غابات مدمرة مناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق الشمالية، أعلنت حالة طوارئ في أعقاب عملية إجلاء جماعية. الحرائق أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 31 شخصا، كما فقد حوالي 400 شخص في ظل الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي. ودمرت تلك الحرائق 3500 منزل ومبنى تجاري، وأتت على أكثر من 190 ألف فدان، وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك، محولة أحياء كاملة في مدينة سانتا روزا إلى رماد وأطلال. تعد محصلة القتل أكبر خسارة بشرية جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ 84 عاما، ولا يزال السبب الرسمي للكارثة قيد التحقيق، غير أن مسؤولين يقولون إن خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية مساء الأحد ربما تكون السبب في الحرائق. مسؤولون توقعوا عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت لاحق، فيما يشارك في جهود مكافحة نيران 8000 إطفائي من كاليفورنيا وولايات مجاورة. يشيع مثل هذا النوع من الحرائق يشيع في المناطق الجنوبية في كاليفورنيا، غير أن عوامل الطقس الجاف والرياح الشديدة تسهم في إلحاق المزيد من الدمار في المناطق الشمالية.